سؤال الله الجنة والنجاة من النار. اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. ربي ألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الاخرين واجعلني من ورثه جنه النعيم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما اللهم رب جبرائيل وميكائيل ورب اسرافيل اعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبر